صوروا دخلوا للدار تلقاو هاد الخير فوق الطبلة. واش فاكهة؟ واش خضرة؟ واش ديكور؟ كي البعض فيكم عرفها، هذه هي نبتة الجمار، الجمار المغربي. هو بكل بساطة نبتة معروفة في شمال إفريقيا من تونس حتى للمغرب، وحتى في الجنوب الأوروبي من إيطاليا حتى البرتغال. نبتة النخيل القزمي أو النخيل الزاحف، أو باختصار الدوم المغربي. الاسم العلمي هو كاميروبس يوميليس، أي النخيل الملقى على الأرض. بالفعل كأنه ملقى على الأرض، شوفوا الأوراق الخضراء المتشابكة والمترصة. نبتة جذورها قوية، كتساعد التربة على التماسك وكتصبر الجفاف والبرودة، كتكون واقفة هكذا في التراب، غادي نوريكم كيفاش. كتكون مغروسة في الأرض بحال هكذا، أكثر من 20 سنتيمتر كتكون داخلة في التراب. شفتوا شكون كيشوف فينا؟ ها واحد تفضع بري حاط الودينة كيتصنات علينا، عجبته الحلقة يمكن، أو ربما صدعناه. نرجعوا للجمار، قلت صعيب بزاف زولوها من التراب، أنا غير دخلتها باش نوريكم العمق اللي كتكون عليه. إلا شفتوا شي واحد في السوق كيبيعها، عرفوا بأنه طلع للغابة وتكرفس مزيان باش يحيدو، يعني شريو منه تهلاو فيه كمساعدة وتشجيع له. كيفاش ناكلوها إذن؟ خاص نقشروها، نحيدو لها هاد القفاطن اللي لابسة. شوية شوية وكل مرة بعد عناء إزالة القشور الصلبة، كتهدينا نبتة الدوم هدية ورقة طرية صفراء لذيذة مقرمشة. نأكلها بالصحة والراحة، طعمها لا يقاوم. هاد الورقة إلا فتحناها كنلقاو فيها أسدية وحبيبات. بكل بساطة هذه هي زهرة الدوم أو أزهار الدوم، تخرج من بين القشور الصلبة لترى نور الشمس. إلى لاحظتوا هاد الغبرة راها حبوب اللقاح، تتطاير مع الرياح لتلقح نباتات أخرى. كاين اللي كيجمعها ويأكلها مع العسل. إذن تلقح هذه الأزهار لتظهر فاكهة الدوم أو ما يسمى الغاز، ثمار صغيرة كتكون خضراء اللون قبل ما تنضج، ثم مع الوقت كتصفر إلى أن تصير حمراء بعد اكتمال النضج بشكل كامل. ثمارة صغيرة ومنافعها كبيرة. نكملوا تقشير الدوم حتى نصل إلى القلب الأبيض الداخلي، نقشروا الرأس القاصح ونحيدوا الجزء الصلب. ليبقى القلب الطري واللذيذ، متعة كبيرة في أكله، لا تمل من مذاقه الحلو. نقدروا ناكلوه هكذا طري مباشرة، أو يطيب محلي أو مالح أو مخلل، أنت وشطارتك. في بداية الخريف من شهر 9 حتى آخر السنة، قلب على الجمار في السوق، وما تنساش حتى الثمار ديالو الغاز، لأنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات خصوصا B1 و B2، وغني بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وكذلك الألياف الغذائية.
يساعد بشكل كبير على علاج تضخم البروستات وارتفاع الضغط الدموي والربو، والعجيب أنه يعمل على تحفيز وتعديل هرمون التستوستيرون ويجعل نسبته في الدم ثابتة متزنة. فائدة عظيمة ما خصهاش تفوت علينا. من بعد ما كان ناكل الجمار بالصحة والراحة كيبقى لنا القشور والأوراق. القشور كيمشي حطب وعندك تمشي معهم حتى التليكوموند، أو يمكن نعمرو بالقشور الرطبة شي بوف، علاش لا؟ بالنسبة للأوراق نقدروا نستعملها كمكنسات وأوعية مختلفة، قفة، طبق وحتى برادع وحبال وأشرطة. الصانع التقليدي المغربي تبارك الله أبدع في هذا المجال. أنا هذا اللي قدرت عليه، شغلنا يدينا شوية، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا وما شغلناكمش على والو. هذا كل شيء عن الجمار، شكرا على دعمكم لنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.